ومع تزايد حدة المواجهات في لبنان، قال المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكستن أن الوضع خرج عن السيطرة، ومحذرا أن ربط مستقبل لبنان بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين. وأفاد هوكستن بعد لقائه لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا، كما أن ربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني. يشهد لبنان في بداية هذا الأسبوع حركة دبلوماسية نشطة تمثلت بوصول الموفد الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط عاموس هوكستن إلى بيروت في محاولة جديدة للتوصل إلى هدنة. تأتي هذه الزيارة بعد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنها تشكل الفرصة الأخيرة أمام الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة في لبنان. تمكن القرار 1701 من إنهاء الحرب في عام 2006، لكن يجب أن نكون صريحين بأن أحدا لم يفعل شيئا. لقد ساهم غياب التنفيذ على مدار تلك السنوات في تفاقم النزاع الذي نعيشه اليوم. مجرد التزام كلا الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا، ولذلك أنا هنا في بيروت اليوم لإجراء مناقشات مع اللبنانيين وقادة سياسيين آخرين، وبصراحة مع أي شخص مستعد للعب دور حاسم في وضع لبنان على مسار جديد من القوة والأمن والاستقرار. كما وصل إلى بيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغايط للقاء المسؤولين اللبنانيين، فيما توجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إلى أوروبا لنقل موقف لبنان الرسمي. كل الدروب تؤدي حتى الآن إلى التصعيد وإلى المواجهة وإلى الحرب ومزيد من الحرب. المواقف الإسرائيلية لا تشير إلى استعداد للتسوية، إلى مزيد من التصعيد، وبالتالي نحن أمام مرحلة من المواجهات التي يبدو أنها ستتصاعد في المرحلة الأخيرة، في المرحلة المقبلة في البر بشكل أساسي، مع احتمالات عدة، إما التوغل من جهة الجنوب إسرائيليا، وإما حتى هذا الاحتمال بدأ يصبح أكثر واقعية، الدخول من الجانب السوري أي من الحدود اللبنانية السورية وعبر الجولان. وتشهد البلاد تصعيدا خطيرا، حيث استهدف العدو الإسرائيلي ليلة أمس الذراع المالية لحزب الله عبر ضرب فروع مؤسسة القرد الحسن في ظل استمرار الغارات على مناطق الجنوب والبقاع. يستبعد أن ينجح هذا الحراك الدبلوماسي بكبح تدحرج كرة النار التي لم يستطع أحد إيقافها حتى اللحظة، في حين تتوسع الحرب على لبنان يوماً بعد يوم. مي فرحات، قناة الأخبار، من أمام السراي الحكومي بيروت. وللمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام، تنضم إلينا من بيروت مراسلة قناة الأخبار الزميلة مي فرحات. مي، بعد التحية نود أن نتحدث معك خاصة عن الغارات المكثفة التي أيضا استهدفت الجنوب والبقاع، كيف ترصدين لنا الصورة من حولك بما أنك الآن قريبة من المشهد؟ مي، أهلا بك فهد وبجميع المشاهدين. أبدأ من الجنوب اللبناني، حيث اليوم سجلت على ما يبدو دخول عدد من الدبابات الإسرائيلية بحسب المشاهد التي رصدت إلى بلدة رميش الجنوبية. وهنا أود أن أشير إلى أن أهالي بلدة رميش رفضوا حتى اللحظة مغادرة هذه البلدة، وهي من البلدات القليلة التي لم يغادر أهاليها بعد أراضيهم. الدبابات الإسرائيلية يبدو أنها دخلت مئات الأمتار إلى بلدة رميش، وذلك في محاولة للالتفاف من هذه البلدة إلى بلدة عيت الشعب التي تشهد معارك كثيفة وكبيرة منذ عشرة أيام تحديدا. وعلى ما يبدو يحاول العدو الإسرائيلي التوغل أكثر في عيت الشعب، ولم ينجح حتى اللحظة، وذلك هناك تركيز على بلدة عيت الشعب، وذلك لما لها من أهمية استراتيجية وموقع مهم يطل على البلدات فلسطين المحتلة وعلى بلدات جنوب لبنان. هذا فضلا عن التوجه نحو عيت الشعب، تسمع أصوات رشقات نارية وانفجارات منذ الصباح على بلدة عيت الشعب. وبحسب الوكالة الوطنية تدور اشتباكات عنيفة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم بريا أيضا. وكان هناك أيضا ثلاث بيانات لحزب الله تقول أنها استهدفت
استهدفت القوات الإسرائيلية في بلدة مركبة، وهذا يعني أيضا أن هناك تواجد لقوات العدو في هذه المنطقة الجنوبية للبنان. أيضا أود أن أشير إلى بلدة لخيام التي كانت قد تعرضت بالأمس، هذه البلدة الجنوبية، لغارات مكثفة جدا. اليوم عادت ومنذ الصباح أيضا لتتعرض لقذائف مدفعية مكثفة على هذه البلدة، وهناك أيضا سقوط عدد من القتلى في بلدة كفر حتى الجنوبية أيضا، حيث أغار العدو الإسرائيلي على مقهى كان يتواجد فيه شبان، سقط منهم 3 قتلى، وهناك أيضا محصلة لـ4 قتلى و7 جرحى في بلدة الخرايب. نعم مي، يعني ذكرت نقاط جدا مهمة وعديدة، ولكن أيضا في ظل هذه الشروط الإسرائيلية وخاصة التي قرأناها في الفترة الأخيرة والمعلنة لوقف العدوان على لبنان، السؤال هنا مي، هل هناك من رد لبناني خاصة تجاه هذه الشروط الإسرائيلية؟ كنا قد سمعنا الرد اللبناني قبل أن يصل الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت اليوم. الرد جاء بالأمس عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي هو اليوم أيضا أود أن أقول إلى أنه اليوم هو المخول نقل كل الآراء السياسية لحزب الله، لأن حزب الله كان بعد مقتل الأمين العام لحزب الله قد فوض رئيس مجلس النواب للتحدث باسمه سياسيا. إذا ما يقوله اليوم رئيس مجلس النواب هو نقلا عن حزب الله، وكان قد قال إلى أن التعديل على القرار 1701 مرفوض لا زيادة ولا نقصانا. كان له بالأمس مقابلة خاصة قال فيها هذا التصريح، وهذا يعني طبعا أن حزب الله لا يوافق على التعديل على القرار 1701، لأننا كنا قد سمعنا أيضا قبل وصول الأمين العام، الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين إلى أنه يحمل في جعبته بعض التعديلات على القرار 1701، وبعض التعديلات تعني أن ينفذ القرار 1559 الذي هو مندرج تحت القرار 1701، وهنا نتحدث عن نزع سلاح حزب الله. ولكن أيضا الشروط التي كان قد وضعها الجانب الإسرائيلي، وهي بأن يتمتع بكامل الحرية في الأجواء اللبنانية، وبأن تشرف قواته على بحسب ما سماه إنقاذ فعال، أي أن يكون هو متواجد على الحدود الجنوبية للبنان، هذا طبعا أمر لن تقبل فيه الدولة اللبنانية قبل حزب الله، لأن القرار 1701 ينص فقط على وجود الجيش اللبناني والقوات الأممية، قوات اليونيفيل، لذلك لا ينص على وجود لا حزب الله ولا الجيش الإسرائيلي، ولذلك هذا أمر مرفوض بطبيعة الحال قبل أن يأتي رد الدولة اللبنانية بأن القرار 1701 لا تسمح بالتعديل عليه. فيما يخص الأجواء اللبنانية، نسمع في هذه الأثناء ودائما ما نسمع المسيرات الإسرائيلية فوق منطقة بيروت والعاصمة بيروت لا تهدأ، وهذا طبعا أمر مرفوض، وكنا قد رأينا في الصور نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم اليوم بإطلاع أموس هوكشتاين على هذه المسيرات من السراي الحكومي، من شرفة السراي الحكومي، وهذا طبعا خرق للأجواء اللبنانية ولسيادة لبنان، وأيضا أمر لن تقبل فيه الدولة اللبنانية. نعم مي، دعيني أيضا أنتقل معك إلى تصريح وزير الخارجية المصرية الذي أكد اليوم أهمية تكاتف خاصة جميع الأطراف اللبنانية في انتخاب رئيس توافقي في أسرع وقت. كيف تقرأين هذا التصريح، وكيف ترين أيضا انعكاساته على الشعب اللبناني وأيضا على السلطات اللبنانية؟ طبعا انتخاب رئيس للجمهورية أمر ملح في لبنان الذي يعيش بلا رئيس للجمهورية منذ سنتين، وكنا قد شهدنا على الساحة السياسية بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تحركا مكثفا من قبل الرئيس الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب، وكان أيضا قد وضع على الطاولة بشكل كبير هذا الملف، ودعوا كل الأطراف للاتحاد بعد مقتل أمين عام حزب الله حسن
نصر الله لانتخاب رئيس للجمهورية ربما يستطيع أن يقود هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. اليوم عادت وخفتت نوعا ما هذا الحراك، لأن كل التركيز اليوم هو في لبنان لوقف النار ولتجنب المزيد من الضحايا ومن الدماء في لبنان. لذلك عادت وخفتت نوعا ما هذا صب الجهود على هذا الملف، ويركز اليوم على وقف لإطلاق النار. ولكن طبعا يبقى هذا الملف يشكل إلحاحا كبيرا في لبنان، خاصة وأن اللبنانيين يريدون أن يرتاحوا اليوم من هذه الحرب التي توسعت بشكل كبير، والتي ربما لم يكن متوقعا أن تتوسع بهذا الشكل السريع وهذا التوسع الكبير الذي نشهده في كافة المناطق اللبنانية. ولعل مشهد أمس بعد أن جاء تحذيرا من قبل العدو الإسرائيلي لمعظم المناطق اللبنانية لضرب، بعد أن هدد بضرب الذراع المالي لحزب الله، رأينا حركة نزوح جديدة، رأينا نوع من الخوف والهستيريا في الشوارع اللبنانية. خافت الناس ورقدت من بيوتها بشكل هستيري لتخرج لأي مكان يأويها من هذه الاستهدافات. هذا المشهد يؤكد طبعا أن الشعب اللبناني قد تعب ويريد العودة إلى الأمن والاستقرار بأسرع وقت. ولذلك كل الملفات اليوم هي ملفات ضرورية وملحة للبنان، إن كان وقف إطلاق النار وإن كان انتخاب رئيس للجمهورية. نعم، ونحن أيضا نتمنى الاستقرار في الجمهورية اللبنانية. كل الشكر والتقدير من بيروت مراسلة قناة الأخبار الزميلة مي فرحات. شكرا جزيلا لك مي على هذا التواصل. وننتقل معكم مشاهدينا الكرام، خاصة في الشأن اللبناني، إلى القاهرة، حيث ينضم إلينا المستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد جاد. دكتور عماد، بعد التحية نود أن نتحدث معك، كما رأيت منذ قليل تحدثنا مع الزميلة مي فرحات من زاوية، ولكن نود أن نتحدث معك من زاوية أخرى، خاصة أن أمين عام جامعة الدول العربية وصل إلى بيروت اليوم. ماذا يحمل في هذه الزيارة برأيك، وأيضا في وجهة نظرك؟ أهلا بحضرتك. أتصور أن الأمين العام للجامعة العربية يحاول أن يشارك في الجهود الدبلوماسية الجارية الآن لحل الإشكالية ما بين وقف العدوان الإسرائيلي أولا، الانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة يمكن أن تمثل لبنان ويتعامل مع المجتمع الدولي. هناك حديث إيراني عن المسؤولية عن الملف اللبناني وتأكيد رئيس البرلمان الإيراني على أنه مستعد للتفاوض مع فرنسا حول تطبيق القرار 1701. رئيس البرلمان اللبناني السيد نبيه دري قال أنه لا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية قبل وقف العدوان الإسرائيلي، وبالتالي هناك تنازع في الأدوار وهناك تداخل في هذه الأدوار، وربما زيارة الأمين العام تحاول أن تضفي بعدا عربيا على هذه الجهود، بمعنى أنه يطرح وجهة نظر عربية لأنه لا يمثل نفسه وإنما يمثل الجامعة العربية. والجامعة العربية طبعا بها تباينات وبها اختلافات في الرؤى، لكن الاتفاق العام هو وقف العدوان وانتخاب رئيس وتطبيق القرار 1701. وبالتالي هو يحاول في يعني جهود مضنية بالتأكيد على أن لبنان بلد عربي وأن الدول العربية جاهزة لمساعدة لبنان وتمكين الدولة اللبنانية في مواجهة كل ما يجري لاختطاف الملف اللبناني خارج لبنان وخارج العالم العربي. نعم دكتور عماد، وأيضا في ظل هذه الشروط الإسرائيلية المعلنة، هل ترى بأن المساعي الإقليمية والدولية سوف تغير أو تغير أيضا حتى توجه هذه الشروط الإسرائيلية إلى الآن؟ شوف سيدي الفاضل، من خلال فهم العقلية الإسرائيلية في التفاوض وتغير المواقف، كانت إمكانية التسوية يثيرة في الفترة الأولى بعد اعتداءات 7 أكتوبر داخل إسرائيل. حزب الله أعلن المساندة وأعلن وحدة الساحات ودعم الساحة اللبنانية،
في البداية كان المطلب الإسرائيلي فقط أن يقبل حزب الله بفك الارتباط بغزة فقط، يوقف العدوان ولا مطالبة أخرى. ثم بعد ذلك بعد عمليات الاغتيال واسعة النطاق بعمليات البيجرز ثم اللاسلكي ثم اغتيال القيادات الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وعمليات التدمير المتواصل ولا تجد من يقف في مواجهتها حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا ليست ضد ضرب مواقع حزب الله في الجنوب. القوات الإسرائيلية الآن موجودة داخل الجنوب اللبناني لأول مرة منذ انسحابها، وبالتالي المطالب الإسرائيلية تتصاعد كلما ضعف الموقف من وجهة نظرها موقف الطرف الآخر. تصاعدت في غزة، كان الحديث عن هدنة، عن تهدئة، عن تبادل المحتجزين والأسرى فقط. حينما رفض كل ذلك وأوغلت إسرائيل قتلا وتدميرا في ضد الشعب الفلسطيني في غزة، طرحت مطالب أخرى. نعم دكتور عماد، أيضا يعني تصاعد نبرة التصريحات خاصة ما بين إسرائيل وإيران، والذي أيضا ينذر بتفجر الوضع خاصة خلال أي لحظة، ويضع أيضا المنطقة في دائرة الخطر. السؤال هنا، هذا التصعيد كيف يلقي بظلاله على زيارة المبعوث الأمريكي وأيضا أمين عام جامعة الدول العربية دكتور عماد؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع الدكتور عماد جاد المستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. مشاهدينا الكرام، دعونا نتوقف عند هذا الفاصل ولنعود من بعده بإذن الله تعالى. كونوا معنا.